نبدأ الأول بملفنا، ملف النادي الأهلي، وأبدأ بك يا أستاذ جمال. 27 نوفمبر يوم تاريخي، مش بس عشان النادي الأهلي والزمالك، لكن هو على المستوى التشامبيونز ليج الأفريقي أول مرة في تاريخ التشامبيونز ليج الأفريقي أن يصل فرقتين من بلد واحدة، وتقام حتى المباراة النهائية من النوك أوت مباراة واحدة، ويكون حتى الصاعدين للفاينل من مصر. ده شيء مميز جدا. عايز اعرف، بعيد طبعا عن النواحي الفنيه، ازاي احنا كمصر نستفيد من هذا الحدث التاريخي؟ هو طبعا الاستفاده من هذا الحدث بدايه ان احنا نستغل هذه المعلومات بالترويج الكويس لها على المستوى القاره، وان كان هو الحدث نفسه بيتكلم عن نفسه. يعني خلال الفتره القادمه مش هيبقى في حديث في أفريقيا غير عن هذه المعلومات وهذا الحدث. وبالتالي الشيء المهم قوي بالنسبة لنا هو التنظيم، يعني تنظيم المباراة نفسها تخرج بشكل محترم إن شاء الله كالعادة. يعني احنا متعودين على تنظيم المباريات بشكل جيد، ويمكن كان أقرب حاجة مثلا بطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية، قبلها كأس الأمم الأفريقية للكبار. فمسألة التنظيم يعني ما فيش فيها شك، وبالتالي هتبقى حدث تاريخي. كل الناس زي ما حضرتك قلت كده، ان دي أول مرة منذ عام 1964 اللي هي أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا، يصل فريقين من دولة واحدة، وبرضو الأول مرة تقام بسبب ظروف كورونا من مباراة واحدة مش مباراتين ذهاب وإياب. وبالتالي يعني كل عناصر التميز صحيح هي موجودة. صحيح. كويس. وبعدين بالإضافة لكده أنت عندك إمكانية أن أنت تنظمها في برج العرب. لو في مشاكل، سيادة الوزير أشرف صبحي النهاردة أعلن أن هو استاد القاهرة كمان جاهز، مع تأكيدات المسؤولين في استاد برج العرب أن هم جاهزين للاستقبال. فإن شاء الله يبقى حدث مميز وينتهي بقى بالفوز إن شاء الله.